قلبي السرور ملتقى الأنبياء والمعراج رحلة غراء. لو قال لك قائل: ما هي الحكمة من معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع؟ فقل: الحكمة من ذلك تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم مكانته بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي. ولم يكن المقصود أن يصل النبي إلى مكان يسكنه الله تعالى، لأن الله تعالى هو خالق السماوات، كان قبلها بدونها، وهو خالق الأراضين، كان قبلها بدونها، وهو خالق جميع الأماكن، فلا يسكنها ولا يحتاج إليها. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله تعالى أعلم وأحكم.